السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي ولادي لي ستاجير وحتى غير لي ستاجير، الناس اللي كيتبعوني في القناة ديال لو ان تخوا كات دو، بغيت نقول لكم في عجالة شنو وقع ليا وشنو غادي يوقع ان شاء الله من القدامى لو بقينا في الحياة ان شاء الله. كي كتعرفوا القناة ديال لو ان تخوا كات دو كانت غير فعالة، يعني ما كنتش كنابلودي فيها الفيديوهات من شحال هادي، تقريبا واحد 5 شهور ولا اكثر. صراحة نسيتها، ماشي كاين شي ظروف ولا شي حاجة، ما كاين لا ظروف لا والو، غير نسيتها وصافي. مع كان سال العام في شهر 8، كان سال العام شهر 9 كان باقي لي كونفينمون وعطلينا شي شوية البداية ديال القراية إلى آخره، وشوي بشوي بديت كنساها. مع عندي الحساب ديالي انا الخاص ديال يوتيوب، ما كان ابلوديش فيه، اللي كان ابلودي فيه هو ان تخوا كات دو، هو هاد القناة اللي كتشوفوا. ميم اللي دخلت اليوم، ما دخلت درت سويتش للحساب ديال لو ان تخوا كات دو، دخلت ولقيت بزاف ديال لي كومونتير ديالكم، لقيت العدد ديال المتابعين كتر، ولقيت بانه بزاف فيكم اللي ما متعطشين لهذا المحتوى هذا، ماشي غير من اجل لو بليزير، غير باش كيتفرجوا باش يتفرجوا، وانما لقاو بانه كاينه ضرورة ملحة خاصة في هاد مع لو كونفينمون ديال كوفيد. لقيت بانه ولات عندي مسؤوليه، انني عندي ان سافوار خصني نبارطاجيه مع الدراري ديال التكوين المهني بصفه خاصه، نبارطاجيه مع تو الموند، مي مع الدراري ديال التكوين المهني بواحد الصفه خاصه. لذلك كنبشركم بانه هاد الاسبوع ان شاء الله غادي نعاود نرو ديماري لا شين ان شاء الله، اللي هي ديالكم، لانه يعني ديالكم، حيت ماشي انا اللي كنختار لو سوجي اللي غادي نهضر فيه. وغادي نبداو ان شاء الله بلو موتور تيرميك. نتوما خليو ليا في التعليق ديالكم الا كنتو بغيتو تبداو بلو موتور تيرميك، لو موديول ديال لو موتور تيرميك، سواء بالنسبه للدراري ديال الارفيا، سواء بالنسبه ديال الدراري ديال دي دو ا دياغنوستيك، سواء تريم، كاع الدراري ديال السيكتور ديال لوطوموبيل يقولوا ليا، بحال نديرو ان سونداج باش نشوفو شنو هو لو سوجي اللي غادي نبداو فيه. وانا اليوم راه سي لو كات، اليوم تلات، اعوذ بالله مش تراجم، يوم اثنين لو كات، ياليك لو برومي كان جمعة السبت الحد اثنين، اليوم لو كات جونفيي، غادي نخلي حتى الاربع ان شاء الله، وغادي نسد السونداج. انا غادي نشوف، غندير السونداج بلا ميثود ديالي، يعني غنشوف الاكثريه ديال الدراري شنو باغين، وهو باش غادي نبداو. يعني قولوا لي شنو هو لو موديول اللي نبداو به ازيرو، يعني نبداو فيه من الاول، شنو هو الموديول اللي بديتو فيه دابا باش نديرو فيه واحد 10 الفيديوهات ديالو، لانه كيف تعرفوا انا كندير المختصر المفيد، ما كنبقاش نكثر وما كندخلش في الديتاي، التفاصيل اللي هي ما عندها حتى معنى، كندير غير الديتاي، كندير غير يعني كنهضر على امور اللي هي بصفه عامه، ما كنديرش الديتاي تفاصيل كثيره باش ما يكونش الدرس ممل، وباش حتى الدراري حتى هما حتى نتوما تشدوا شي حاجه اللي مزيانه، شي حاجه اللي مفيده غتوقفوا عليها، سواء في الامتحان سواء في لو ميتي ديالكم. من بعد ما غادي تخدموا كذا، غادي يولي الحرفه ديالكم دائما كتحتاجوا لداكشي اللي كنشرح لكم. دونك قولوا لي شنو هو لو موديل اللي غادي نبداو به ان شاء الله، باش تخليو لي واحد الوقيته ديال 24 ساعه فين بريباري حتى انايا الفيديوهات. ما غاديش نقول لكم ما كياخذوش ليا بزاف الوقت، وما غاديش نقول لكم كياخذوا ليا بزاف ديال الوقت، ما بين وبين يعني باش تبريباري واحد لا سيونس بالفيديو كذا كيخصها واحد شويه الوقت. لذلك حتى نتوما حاولوا ما امكن انكم تكومونتيو ليا بزاف، كنتمنى ان الفيديو يطلع لكل شيء، وتكومونتيو ليا باش تخليو ليا شنو الموديول اللي غادي نديرو ان شاء الله. من هنا حتى لتما يحن الله ان شاء الله، وكنتمنى لكم التوفيق، والله يرفع علينا هذا الوباء هذا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.